Zanzuri Maya Bonshi Dalata 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 Hae Shahid by Deshi Hae Shahid by Deshi Arba'a 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 Hukumet Inqaz Watani Hukumet Inqaz Watani Yaskut Yaskut Hukm Al-Askar Yaskut Yaskut Hukm Al-Askar قتلوا خالد قتلوا مينا كل رصاصة بتقوينا كل رصاصة بتقوينا لو ضربونا بالرصاص جسمنا نحس خلاص البلد دي بلدنا البلد دي بلدنا نعيش أحرار في بلدنا نعيش أحرار في بلدنا يموت صور يا ولادنا يموت صور يا ولادنا النهارده احنا معاكم من مسيرة نظمتها حركة سياسية اسمها 100 100%، الحركة اللي من مجموعة من النشطاء اللي قرروا يعملوها عشان يأكدوا ان الثورة المصرية هتكمل بسلميتها وهتكمل على اهدافها اللي كل الثوار بيطالبوا بيها، العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية. لازالوا مصممين على تسليم السلطة الفوري لسلطة مدنية، عشان كده بدأوا ينظموا مسيرات تتحرك في اماكن مختلفة تأكد على كل المطالب دي وتأكد على ان الثورة مكملة ومستمرة في ظل الأحداث المؤسفة اللي حصلت في شارع محمد محمود واللي راح ضحيتها الكثير من الشهداء واللي راحت فيها أعين كتير من شبابنا المصريين. عملوا مسيرة بيسموها مسيرة بعين واحدة عشان يأكدوا على مطالب الناس كلها اللي متمثلة في الأساس في شهدائنا وأبنائنا اللي أصيبوا في أعينهم بعمد من قبل قوات الداخلية، وإن مش المفروض الناس تنسى ده وتنشغل بالانتخابات البرلمانية زي ما المجلس العسكري بيهدف ان هو في الوقت اللي كانت الناس فيه بتطالب ان الثوره تكتمل وان السلطه تتسلم فورا. حصلت الانتخابات بعدها بايام والموضوع اتقفل وكانه اتنسى، عشان كده هم قرروا ان هم ياكدوا على ان شهدائنا ومصابينا مش المفروض يتنسوا، وثورتنا اللي مات عشانها الناس دي مكملة عشان الحرية اللي كل الناس دي يعني كانت بتدافع عليها. ومن داخل المسيرة معايا اتنين من المشاركين في المسيرة، ممكن تعرفونا بيكو؟ أمي محمد يوسف. ياسمين. طيب احكي لنا اكتر عن مشاركتكم في المسيرة دي. احنا مشاركين عشان المصابين اللي في القصر العيني، متضامنين معاهم عشان خاطر عينهم راحت بس بهدلنا، حاكمنا محاكمات عسكرية. احنا مدنيين، احنا بنقول له ارجع على سكناتك، عايزينها دولة مدنية من ايام الرسول وهي مدنية، لازم يسيبها مدنية. كفاية ظلم، كفاية تزوير، كفاية اخواتنا اللي موتهم، كفاية. احنا مش هنمشي. بنقول لها لا انت سامعينا، بس احنا برضو جايين نقول لك انت سامعينا وعاملة نفسك مش سامعة، احنا جينا لك بنسمعك صوتنا، بنقول لك احنا مش هنسكت عن الحق ولا عن الظلم اللي احنا لازم نقول حق، لازم نقول عيش، حرية، عدالة اجتماعية. لا طلبنا نزلنا وطلبنا بالحريه، يبقى لازم المشير يدينا حريتنا. طيب هل مشاركتك في المسيره دي انت شايفه ان الموضوع بدا يتنسي؟ الموضوع بدا يتنسي الى حد ما، ان الشعب حاسه ان هو جاله برود من كتر الدم اللي شافه تقريبا، ما حدش بيتحرك معانا، ما حدش فارق معاه دم الشباب اللي راح او عينيهم اللي راحت. يعني تفتكري ده بسبب ايه؟ هل ده غلطة من الثوار مثلا؟ مش غلطة من الثوار، دي لعبة المجلس عاملها صح أذكى مننا في الحتة دي. احكي لي عن اللعبة دي، ليه شايفاها لعبة؟ عن طريق الإعلام إن هو يخلي الناس اللي قاعدة في بيتها واقفة عندها حالة من حالات البرود، أنا بصفها بالبرود، إن هو يشوف شبابنا بيترمي في الزبالة، بيموت ويترمي في الزبالة ويفضل قاعد في بيته يتفرج. بتفسري يعني تأكيد على ميعاد الانتخابات البرلمانية، وبالفعل حصلت الانتخابات في ميعادها على الرغم من كل الظروف اللي بتمر بيها البلد، شايفة ده إزاي؟ شايفاها مهزلة. إزاي بتعمل انتخابات في أي وقت بأي شرعية بأي حق بتعمل انتخابات؟ إحنا الشباب بيموت، 6 أيام بيقتلوا فينا
في التحرير ومحمد محمود، وبرضه بتعمل انتخابات وناس تنزل تنتخب بأي شرعية بأي حق أصلا. هل أنت ما شاركتيش في الانتخابات؟ أنا منقطعة. أو شايفة إن ده الصح، ولا يعني بما إن اللعبة خلاص اتفرضت علينا فعلى الأقل نشارك في بصوتنا يعني؟ أعمل تصويت ليها بديلها شرعية لشيء أصلا ملوش شرعية. تمام، يعني انت شايفه ان طالما انت مش مقتنعه بالانتخابات من الاصل حتى مش هتشاركي فيها؟ لا ما شاركش فيها طبعا، شارك فيها باي حق، لو شاركت فيها بقى بضحي بدم الناس اللي راحت، مش فارق عندي. طيب يعني لو كلمنا مثلا اهم الامثله للناس اللي فقدوا عينهم، كان الدكتور احمد حراره واللي فقد عين في احداث 28 يناير، والعين الثانيه كانت في الاحداث الاخيره. ميدان التحرير في يوم من الايام قرر يختار احمد حراره متحدث رسمي، وكلنا شفنا الكلام العظيم اللي انا بشوفه عظيم يعني اللي قاله احمد، ان هو بدا يشوف ان الثوار بداوا ينشغلوا بحقوق المصابين ويعملوا صفحات وحملات كلنا احمد حراره وغيرها، وبداوا ينسوا الثوره ومطالبها. بتشوفي هل شايفه انه عنده حق؟ احمد صديقنا بالمناسبه، احنا من اصدقائه. احمد شاف ان هو الناس نسيت وحبوا يعملوا اي رمز، ونسيوا الناس اللي بتموت، ونسيوا الالافات المصابه، ونسيوا الناس دي كلها. فعلى فكره دي حاجه اثرت جدا على نفسيته، ان هو مش لوحده يعني، في ناس كتير ضحت، مش احمد بس اللي ضحى يعني. فكان عجبني ان هو قال بصوا حواليكم، سيبكم من احمد حراره، شوفوا الناس المصابين، شوفوا حقنا، شوفوا ثورتنا. يعني ما ده اللي انا عايزه اقوله لك. هل يعني شايفه ان نفضل ندور على حقوق المصابين، ولا نبدا نلعبها سياسه شويه عشان يعني نعرف نكمل بالثوره؟ الان بالثوره ما هوش راجل سياسي، ما فيش ولا بنت سياسيه ولا شاب سياسي، كلنا ما كانش لينا في السياسه، احنا نزلنا نطالب حقوق انسانيه، يعني حقوق انسانيه، عداله، كرامه، انسان، تتعاملي كانسانه في بلدك، ده اللي احنا نزلنا عشانه. شايفه ان ده بيزيد ولا بيقل احترامك كانسانه في بلدك، انت كبنت كمان حاسه بيه؟ يعني حاليا المجلس بيعمله ان هو ما بيعملش حاجه غير بيقلل من قيمه المصري زياده. لو هتكلم على شكل فردي، انت بنفسك حاسه بايه؟ حاسه التعامل بقى احسن في الشارع، حتى وانت ماشيه في الشارع الناس قبلكي احسن ولا اقل؟ افتكر احسن، لان في ناس بدات تنتبه للموضوع ده، في ناس بدات تفكر، في ناس يعني في ناس الكوميونتي عموما اللي انا عايشه فيه قابل دوت ومرحب بيه. افتكر في حاجه بتحصل يعني، طبعا لازم يبقى في حاجه بتحصل يعني، ان شاء الله في امل انه يحصل احسن. لازم يبقى في امل، احنا معانا الحق، معانا ربنا، فما افتكرش ان في حد فينا هتلاقيه عنده ياس او حالات الاحباط يعني. معايا احد المصابين، يعني زي ما احنا شايفين معظم الناس حاطين الباتش ده على عينيهم كحاجه رمزيه، ولكن وحيد هو احد المصابين اللي فعلا عنده بليه في عينيه من الخرطوش اللي كانت بتستخدمه قوات الامن بتصوبه على اعين الثوار، واللي بعد كده قالت وزاره الداخليه واكدت ان هم ما استخدموش اي اعيره خرطوش. عموما وحيد واحد من المصابين، هيحكي لنا اكتر عن تجربته. انت اسمك ايه بالكامل؟ وحيد السيد ابراهيم السيد. بتشتغل ايه يا وحيد؟ نجار مسلح. نجار مسلح. وحيد ايه اللي حصل معاك؟ والله انا نزلت في اسكندريه في معتصم هناك. انت اصلا من اسكندريه؟ انا اساسي من هنا من القليوبيه، بس انا كنت انا عايش في اسكندريه ومعتصم هناك، فسمعت احداث محمد محمود اول ما حصلت، فاضطريت ان انا انزل. اول واحد مات انا نزلت على طول، ما قدرتش استحملش ان انا اشوف المنظر قدام عيني وان اخواتي يموتوا قدام عيني وانا واقف ساكت. هل انت شاركت في ثوره يناير؟ طبعا. كان برضو يعني كنت بتدخل في الاحتكاكات دايما؟ طبعا، وانا ما اقدرش افوت حاجه زي كده، ما تنساش ان انا اشوف اخواتي بيموتوا قدام عيني واقف ساكت. وبعدين نزلت محمد محمود، ايه اللي حصل؟ واول ما نزلت من كتر الدخان، من كتر القنابل المثيره لدموع الغاز، ما كانش في حد شايف حاجه، انا ما كنت عمال احدف بالطوب زي ما الناس بتحدف، ولقيت طبعا هم كانوا بيضربونا بالنار وقنابل مثيره للدموع، فواحد يعني من كتر الغاز راحت الطلقه وانا مش شايف، بضرب بالطوبه راحت الطلقه جايه لي، جت فرشت صدري وجت في عيني، ما مش بقتش شايف اي حاجه ساعتها. اتخذت رحت المستشفى، ما اعرفش انا يعني اترميت، ساعه ما اترميت في العربيه قعدت بتاع يعني كذا يوم مرمي مش عارف انا فين، وما حدش سال في عيني ولا مستشفى ايه؟ مش فاكر، بس انا قعدت في المستشفى الميداني، راحوا بيا اول حاجه مستشفى الميداني، وبعد كده مش عارف ودوني على فين تاني. ما انا من كتر اللي انا كنت فيه ما كنتش فاهم في اي حاجه. قعدت كذا يوم مرمي وما كانش في حد راضي يبص حتى على عيني. قلت له اسعاف رموني، ما فيش حد سال في عيني، لغايه ما جم دخلوني اوضه العمليات، خيطوا لي من فتحوا عملوا لي عمليه وسابوا لي البلي تاني جوه زي ما هو.
ما بقتش لغايه دلوقتي انا مش شايف اي حاجه ومش عارف اعمل ايه دلوقتي. طيب هل يعني من كلام الدكاتره وبعد الفحص وبعد اللي حصل معاك، هل في انفجار في الشبكيه من جوه من البليه، والبليه لسه جوه؟ لسه هعمل عمليه ثانيه، بيقولوا هيحاولوا يخلوني يشغلوا لي جزء من الشبكيه والجزء الثاني هيبقى ميت، وهيحاولوا يخلوني ان انا اشوف متر بس. طب هتعمل العمليه دي فين؟ في مستشفى دار العيون. طب هل المستشفى دي يعني، اعذرني بس انت بتقولي ان انت بتعمل كنجار، هل عندك اللي يكفيك ان انت تتحمل نفقات عمليه زي دي؟ لا، ما عنديش امكانيات ان انا اتحمل تكاليف عمليه زي دي. طب هل في رحت للصندوق الخاص بالمصابين او في اي دعم هيحصل من خلاله؟ يعني الاستاذ بهاء واقف معايا. استاذ بهاء صابر؟ واقف معايا وبيجيب لي يعني اي حاجه بعوزها باخدها منه، بيجيب لي علاجي، بيجيب لي كل حاجه يعني، وفي ناس برضك هنا برضك بتشاركني وبتجيب لي العلاج بتاعي. استاذه هنا برضك صحفيه حاولت انها تساعدني وجابت لي العلاج امبارح عشان العلاج كان خلصان، ولسه يعني بتشوف رسائل ربنا توصل بيها. بهاء يعني واضح انه وحيد من النموذج من النماذج اللي كنا بنتكلم عليها من شويه، يعني الناس اللي يمكن مش فاهمه السياسه وما عندهاش وعي كافي، هم دول معظمهم شهداء ومصابي شارع محمد محمود، اللي هم زي ما انت قلت بسبب ظروفهم الاجتماعيه الصعبه هم عشان كده مقتنعين بالثوره وباهدافها وعشان كده هم معاكم. وحيد ايه اللي بيحصل ليه دلوقتي عشان يقدر يبقى احسن، وايه التضامن اللي محتاجه من الناس؟ يعني عندك اهي ساحه من خلالها ممكن تدعو الناس للتضامن. يعني انا يعني بتمنى ان كل رجال الاعمال والناس ميسوره الحال، يعني انا يعني حدودي يعني او امكانياتي محدوده للغايه، وهي يعني بعتمد على العلاقات من الناس زي منظمات المجتمع المدني، طبعا النشطاء، مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للمساعدات القانونية، خالد علي المركز المصري للدراسات الاجتماعية والاقتصادية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأستاذ حسام بهجت، يعني بجانب طبعا مناشدتي لكل رجال الاعمال وميسوري الحال بمسانده هؤلاء البسطاء يعني من الشباب. هل بتتابعوا مع وحيد بس ولا في حالات ثانيه؟ في حالات ثانيه كتير، يعني عدد الاصابات كتير جدا، يعني ده مش مقصوره بس على اصابات عيون، ولكن في العديد من الشباب كان الاستهداف كان هو يعني في الاعضاء التناسليه، ويعني معظمهم راحوا عملوا اسعافات اوليه واجروا جراحات، استخرجوا المطاطي، ولكن هو العابئ الاكبر يعني على الشباب مصابي العيون. يعني هل لجأتوا لصندوق اهالي الشهداء والمصابين اللي عملوا المجلس العسكري؟ لا للاسف الناس لسه ما يعني ما فيش اي خطوات، يعني ده يعني لسه بيفكروا ان هم يعني يساعدوا او يساندوا شهداء ومصابي مسديره، فلسه محمد محمود قدامهم شويه يعني بتاع 6 شهور كده عبال ما يقرروا ان هم يدخلوهم في لسته المساعده من قبل الصندوق. يعني فيعني يا ريت كل الناس اللي شايفاني دلوقتي او اللي حابه انها تتضامن مع هؤلاء الشباب الشرفاء الذين ضحوا يعني بجوهره من جوهرتين ذكرهم المولى عز وجل في حديثه القدسي، من ابتليت في حبيبتيه ليس له عندي الا الجنه، ان يساندوهم ويتضامنوا معهم في حل ازمتهم او تيسيرا للالتزامات اللي عليهم، سواء التزامات علاجيه او اجراء عمليات، وطبعا العمليات اجراءاتها باهظه. انا بس حابب بتوجه بالشكر لقناه 25 والدور الرائع ويعني اللي بتقوم بيه لنقل الصوره بشفافيه، وكل الكاستنج حضرتك بشكل شخصي وكل القائمين على القناه، حتى الناس اللي دايما مجهودها هو بيدعم موقفنا في قناه 25، الناس الجميله اللي بتبذل مجهود ورا الكاميرات. حابب ان انا اشكر الاطباء
ونقابة الأطباء وخاصة الشرفاء منهم المتطوعين لمعالجة المصابين بالمجاني. حابب أشكر نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني اللي بتساند أهالي الشهداء ورفع الدعاوي والقضايا لرد الحقوق لأصحابها من أهالي الشهداء والمصابين. شكرا ليك، ويعني شكرا، يعني احنا بالنسبة لنا احنا يعني مجرد بنحاول نقوم بواجبنا، وبالنسبة لباقي المنظمات دي كمان أنا بشكرهم معاك، عشان ما ينفعش ننسى فعلا شهدائنا ومصابينا، هم دول الضحايا الحرية اللي كلنا بنطالب بيها. دلوقتي احنا وصلنا عند مجلس الوزراء، هل ده خلاص اخر المطاف ولا بعد كده لسه هتكملوا عند ميدان التحرير؟ لا يعني هو في ناس هتروح مقر اعتصامها بميدان التحرير، لان الاعتصام جزئين، جزء في مجلس الوزراء وده يكاد يكون ارض جديده يعني اكتسبناها، واحتجاجا على يعني تكليف الجنزوري بتشكيل الحكومه، ويعني للعمل على عدم دخول هذه الحكومة الجديدة إلى مقر مجلس الشعب أو مجلس الوزراء. يعني أخيرا بس أنا حابب كمان أشكر الناس اللي موجودة في البيت اللي دايما بيتهموا بأن هم الشريحة أو حزب الكنبة مثلا، وبيطلع عليهم مصطلحات دي. حزب الكنبة، احنا ما عندناش حزب كنب، ما عندناش حزب سراير، ما عندناش ناس مريحة، بدليل ان في ناس بتعمل أكل في بيوتها وبتنزله للمعتصمين، بدليل ان في ناس بتيجي تتبرع بكم أدوية رهيب احنا مش عارفين نتصرف فيه ازاي، لدرجة ان احنا قررنا ان احنا نعمل عيادة للعلاج بالمجان وتوزيع العلاج بالمجان لكل الحالات اللي حاسة انها محتاجة علاج من فئات الشعب ومن كل المناطق ومن كل المحافظات. عندنا مكانها فين المستشفى دي؟ الادوية موجودة بمخزن عمر مكرم وجاري تنسيق مكان، ولكن غير مسموح بعمل عيادات نظرا للمشاكل المختلقة الموجودة بميدان التحرير. ففي القريب العاجل سنعلن عن هذه العيادة لتوزع كمية العلاج الموجود والأدوية المتبرع بها الأهالي والشعب المصري الجميل والجماهير الجميلة اللي دايما بيوصموا بأن هم ساكتين وماشيين جنب الحيط وجوه الحيط. الشعب المصري جميل، الشعب المصري نطق، والشعب المصري عارف يقول لأ، الشعب المصري مش هيضحك عليه تاني، الشعب المصري مش هيرجع تاني لورا، بكل شرايحه بكل طوايفه بكل توجهاته بكل معتقداته. الشعب المصري جميل، سوف يظل يناضل من أجل انتزاع حريته بيده. بما انه المسيرة اتحركت ووصلت في نهاية مطافها لمجلس الوزراء، وبعد كده مجموعات منهم اللي معتصمين في ميدان التحرير راحوا على ميدان التحرير، واللي معتصم في مجلس الوزراء كان نهايته مجلس الوزراء، زي ما احنا شايفين الاعتصام لسه مستمر في شارع مجلس الوزراء او الشارع اللي فيه مجلس الوزراء من ناحية، ومن ناحية تانية مجلس الشعب لسه الكفن الاكفان الرمزية اللي معمولة للشهداء موجودة في الشارع، والحركات السياسية المعلنة اعتصامها في مجلس الوزراء كلها معتصمة. ده بيجي في الوقت اللي حكومة الجنزوري في حلفة اليمين امبارح امام المشير طنطاوي في وزارة التخطيط بسبب اعتصام مجلس الوزراء طبعا اللي كان هيمنعهم من دخول مقر مجلس الوزراء، ولازال المعتصمين مصرين على موقفهم وعلى رفضهم لحكومة كمال الجنزوري ورفضهم لأي أحد يمثل النظام السابق ويمثل كل ما سبق، اللي المفروض ان الثورة خلاص قضت عليه، عشان كده هم بيعملوا المسيرات دي، وعشان كده هم لسه في اعتصامهم مكملين سواء في مجلس الوزراء او ميدان التحرير. ميدان التحرير كان هو دايما الميدان اللي بيعتصم فيه المعتصمين واللي بيتظاهر من خلاله المتظاهرين كلهم، كان دايما هو منبر الحرية زي ما بيسموه بالنسبة للناس كلها. ولكن برضو ما نقدرش ننسى انه مجلس الوزراء في مظاهرات كتير قبل ثورة 25 يناير يمكن من 2005، وكل الحركات السياسية والنشطاء بيقوموا بالتظاهر، وده اللي كان السبب او الاشعى الفتيل ثورة 25 يناير، فيمكن المكانين ما يقولوش أهمية عن بعض.
ومن داخل اعتصام مجلس الوزراء معايا ساره يسري من عضو المكتب الاعلامي لحركه شباب 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه. هي واحده من الحركات السياسيه اللي معتصمه بشكل رسمي في مجلس الوزراء. ساره احنا كنا بنغطي دلوقتي مسيره عين واحده. المسيره اتحركت ابتداء من التحرير راحت للقصر العيني وبعدين رجعت تاني على هنا وللتحرير على حسب كل واحد على حسب اعتصامه. يعني فكره المصابين والشهداء اللي الناس او الثوار حاسين ان هم اتنسوا مع ملف الانتخابات البرلمانيه، هل ده حقيقي او شايفه ده ازاي؟ بصي، هو اصلا اللي خلى الاعتصام ده يكون اساسا هي كانت المصابين واعتصام اهالي الشهداء واهالي المصابين والمصابين نفسهم. لما الشرطه العسكريه سوري الامن المركزي يحاول يفض الاعتصام بالقوه، هو ده اللي خلى الجموع الشعبي ينزل تاني والثوار للميدان وحصل الاحتكاكات واضطرينا للاعتصام. فهو في الاول وفي الاخر دول في المرتبه الاولى في كل اهتماماتنا كنشطاء سياسيين كفي حركات سياسيه او قوى وطنيه، المفروض يبقى ليهم، انا شايف ان لازم ليهم حقوق عند الدوله ما خدوهاش، ولسه لحد وقتنا هذا بيزيد المصابين وبيزيدوا الشهداء وما بياخدوش اي حقوق ليهم. مفيش يعني المصابين كمان والشهداء اللي حصلوا كمان في احداث محمد محمود تحديدا معظمهم من الشباب البسيط اللي ما عندوش وعي سياسي قوي واللي من الاماكن الشعبيه زي بولاق والحتت دي، وكلنا شفنا ده كمان وقتها. فبدا يتقال عليهم بلطجيه وعناصر مثيره للشغب ومش شهداء وكل ده، فايه تعقيبك على الكلام ده؟ يعني تعقيبي ان ده كلام خاطئ تماما. الشباب اللي كانوا بيدافعوا في الصفوف القدمانيه خصوصا يوم السبت او الحد الاربع لحد ما الجيش نزل عمل جدار عازل، هم كانوا شباب مصريين وطنيين مليون في الميه. يمكن زي ما انت قلتي هم شكلهم بس مثلا من طبقه متوسطه او اقل من المتوسطه، فده بيدي للناس اللي هم عايشين في كوكب تاني اللي هم يقولوا عليهم بلطجيه. لا ده مش حقيقي خالص. كان معظمهم كمان شباب الالتراس بالالتراس وايت نايت والالتراس اهلاوي، شباب في منتهى الوطنيه والاخلاص والدفاع عن كرامته وعن بلده. ما كانش بيعمل اقصى غير ان هو يرمي طوبه فيصور للناس ان هو بلطجي، هم شايفين في المقابل ان هو بيتحتف عليه مولوتوف وبيتحتف عليه قنابل مثيره للدموع وانواع احنا ما نعرفهاش وخرطوش وحي ومطاطي كل انواع الرصاص اتجرب فينا في خلال الاربع ايام دول. طيب هل بتشوفي مشاركتهم في ده يعني معظمهم كانوا بيطالبوا مع الثوار باسقاط حكم العسكر وبيهتفوا نفس هتافاتهم وعندهم نفس تطلعاتهم ومطالبهم، هل بترجعي ده للدم اللي حصل عشان شاف اخوه بيموت، ولا هو اصلا مقهور في حياته فحاسس ان الثوره بتحقق له مطالبه؟ بصي طبعا مفيش حد مصري ما كانش مقهور من بدايه قبل الثوره، فلما الثوره قامت كل واحد عنده وجيعه، كل واحد في البلد عنده وجيعه، طالع يطالب بحقه، طالع يطالب بحياه كريمه، طالع يطالب بمستوى عيشه كويس، عايز مثلا يبقى حد كويس في بلده. بيتهيألي الشباب برضو الشباب اللي هم كانوا مش مغيبين اللي هم زي مثلا بقيه الشباب قبل الثوره ما كانش في دماغه اي حاجه غير مثلا الكوره الفن الحاجات دي، لما قامت الثوره حاسس ان هو عليه واجب لحمايه الثوره والثوار. وانا في رايي كرأي شخصي انا سعيده جدا بمشاركه كل طوائف الشعب وخاصه الشباب اللي هم ما كانش ليهم في الحياه السياسيه قبل الثوره وابتدوا يشاركوا دلوقتي معانا. شكرا ليك يا سارة. يعني اتحركنا مع المسيرة وصلنا معاهم للقصر العيني وبعد كده رجعنا معاهم تاني لاعتصام مجلس الوزراء. مسيرة بعين واحدة وغيرها من المسيرات اللي بتحاول تجوب شوارع مختلفة مش بس المكان اللي فيها الاعتصام زي مجلس الوزراء او التحرير، عشان يوصلوا كمان للناس رسالة ان الثورة ما خلصتش، ان الشهداء والمصابين دول ما ينفعش يتنسوا، انه المصابين والشهداء اللي فعلا كانوا من الناس البسطاء واللي يمكن مش فاهمين سياسة قوي واللي الناس بدأت تتهمهم بانهم بلطجية، لا دول مش بلطجية. كل دي حاجات بتحاول تأكد عليها المسيرات اللي شبه دي وكمان اعتصام مجلس الوزراء واعتصام التحرير، بجانب طبعا مطالبهم التانية زي رفضهم للوزارة وزي تسليم السلطة فورا لسلطة مدنية. خليكم معنا دايما، تابعوا كل اللي بيحصل لحظة بلحظة.